السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك، هناك أخ يقول لديه معصية من المعاصي ولا يستطيع أن يتركها، وكلما تركها رجع إليها، فما نصيحتكم بذلك؟ وفقكم الله، وما أرشادكم؟ الحمد لله، نصيحتي عليه أن يستعين على هذه المعصية بالله، ليستعن بالله عز وجل، فليكثر من دعاء الله عز وجل أن يخلصه من شؤم هذه المعصية، وأن يقوي قلبه على تركها، وأن يقنع عقله وروحه في أن يتركها، فإنه لا منجا ولا ملجأ منه إلا الله تبارك وتعالى. الله هو الذي سينجيه من هذه المعصية، فلينطرح عند عتبة باب الكريم داعيا مبتهلا متضرعا متذللا متخشعا ملحا على ربه عز وجل بأن يخلصه من هذه المعصية. والدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ويحصل العبد بدعائه ما لا يستطيعه بأعماله. فالله الله عليه بالدعاء، عليه بالدعاء، وليتحرى أوقات الاستجابة كثلث الليل الآخر والسجود وأدبار الصلوات وغير ذلك من مواطن الاستجابة، وكذلك في ساعة الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وليكثر وليلح بقلب واثق أن الله عز وجل سيعطيه وأن الله سيخلصه، فهذا هو الملجأ الصحيح، وهذا هو طريق النجاة، أن يكثر من دعاء الله عز وجل، أن يكثر من دعاء الله عز وجل بالأيام المتوالية من غير ملل ولا كلل، وليطل النفس وليعظم الإلحاح وليظهر عظيم الرغبة لله عز وجل، ويجوز له أن يقسم على الله عز وجل من باب إحسان الظن به أن الله سيخلصه من هذه المعصية. لا أجد له طريقا إلا هذا، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شيخنا؟ عساكم طيبين. في سؤال يا شيخ، أنه الأمر في باب الآداب يدل على الاستحباب، هل هذه قاعدة أصولية صحيحة أم خاطئة؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. القول الصحيح عندي في هذه المسألة هو عدم التفريق في الأمر بين باب التعبدات وبين باب الآداب، لأن الآداب تعبدات والتعبدات آداب، فليس هناك فرقان مستقيم بين ما كان عبادة وليس أدبا أو ما كان أدبا وليس تعبدا، لا سيما وأننا نجد كثيرا من تصرفات العلماء في فتاويهم يجعلون بعض الأوامر في باب الآداب من جملة الواجبات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي رأى يده تطيش في الطعام: يا غلام سم الله، وهذا واجب، مع أنه في باب الآداب، وكل بيمينك أيضا وهذا واجب. ولذلك فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة من باب طلب استقرار الأحكام الشرعية بفرقان صحيح، وهو أن الأمر في كل باب سواء أكان في باب التعبدات أو في باب الآداب أنه يفيد الوجوب إلا إذا ورد له صارف شرعي معتمد. فالأمر يفيد الوجوب سواء كان في باب يفيد الوجوب سواء أكان في باب التعبدات أو في باب الآداب، هذا هو الأصح عندي في هذه المسألة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا. شيخنا أحسن الله إليك، ما قولكم في رجل بدأ في حفظ المتون العلمية قبل أن يضبط القرآن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيي في هذا الرجل أنه بدأ بالمفضول قبل الفاضل، فينبغي لطالب العلم في بداية طلبه للعلم أن يحفظ كتاب الله عز وجل وأن يضبط حفظه وأن يتقنه الإتقان الذي يستطيعه بحافظته، ولا ينبغي له أن يزاحم حفظ كتاب الله عز وجل بمحفوظ آخر، لا سيما إذا كان يعلم من حافظته أنها ضعيفة أو متوسطة على الأقل، فإن مزاحمة حفظ كتاب الله عز وجل سوف يؤثر على طالب العلم فيما بعد في قضية الاستدلال وفي قضية استحضار البرهان على مسائله وعلى فتاواه. ولذلك وصيتي لطالب العلم ألا يزاحم حفظ كتاب الله عز وجل بمحفوظ آخر حتى يضبطه ويكرره ويعيده ويقرأه على المتقنين له، فإذا علم من نفسه أنه ضبط كتاب الله عز وجل وصارت آياته مستحضرة في ذهنه وصارت حافظته تستطيع أن تستجلب أي آية عند وجود أدنى مناسبة، فإنه حينئذ يبدأ بعد ذلك في حفظ المتون. ومن المعلوم المتقرر أن المحفوظات درجات، فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه كلام رب البشر،
ثم بعد ذلك يحفظ كلام سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبدأ في حفظ كلام العلماء. هذا هو الترتيب الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتمده في مسيرته في حفظ العلم، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخ وليد. عندي سؤال، وهو أن مصليين دخلا في صلاة العشاء ولحقا مع الجماعة مع الإمام التشهد الأخير، فلما سلم الإمام قام جميعا وبدأ أحدهم يقرأ يصلي بالآخر جماعة، فهل هذه الصلاة صحيحة؟ يعني كأنه جمع بين جماعتين، جماعة الإمام وجماعة ثانية أقامها هو، فما صحة هذه الصلاة جزاكم الله خير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس بهذا في أصح قولي أهل العلم إن شاء الله، فإنه بعد مفارقة الإمام الأول والجماعة الأولى صار منفردا، ثم بعد ذلك ائتم به صاحبه فصار إماما بجماعة ثانية. ومن المعلوم أن المنفرد يجوز أن يبدأ الصلاة منفردا ثم يدخل معه غيره ليكون جماعة، لا بأس بذلك، لكن شريطة أن ينوي الإمامة بمن على يمينه، فإنه بمجرد سلام الإمام الأول انقطعت علائق هذا المأموم بالجماعة الأولى، ثم بعد ذلك صار منفردا ثم أنشأ جماعة أخرى بمن على يمينه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله ولا بأس، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله بالخير شيخ، أحسن الله إليكم. الله أرضى عليك يا شيخ. الآن دعاء الله عز وجل عند القبور، أقصد قبور الصالحين كذا، الآن فيما يذكر أنه بدعة، ما يذكر العلماء أنه بدعة، بالرغم من كون هذا الفعل وسيلة للشرك وفي تعظيم للقبر وصاحبه، وكذلك فيه اعتقاد السببية في مكان الدعاء، يعني الدعاء سبب للإجابة، هذا أمر. وهناك أمر ثاني أنهم الدعاء عند القبر، فعند هذه كذلك يعتقدون فيها أنها سبب زائد على الدعاء، فهم اعتقدوا بالسببية فيما ليس بسبب شرعا ولا قدرا، فألا يكون ذلك شركا أصغر؟ وسأل الله أن يرضى عليك، وإن شاء الله يعني يكون السؤال صحيح، وأظن أنه يعني ينطبق عليه كذلك غيرها من البدع. أحسن الله إليك ورضيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر في القواعد أن كل من اعتقد سببا ليس بسبب الله شرعا ولا قدرا فقد أشرك الشرك الأصغر، وإن اعتقد السبب هو الفاعل بذاته فهو شرك أكبر. فإذا اعتقد الإنسان أفضلية الدعاء عند القبر فهو يأتي ويدعو الله عز وجل لنفسه عند القبر ظانا أن الدعاء في هذا المكان بخصوصه سبب من أسباب الإجابة، فهذا اتخذ سببا ليس عليه دليل لا شرعا ولا قدرا، فيكون قد أشرك شركا أصغر، فهو بهذه الحيفية قد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا ليس بسبب الله شرعا ولا قدرا، ولأنه وسيلة للشرك الأكبر. ولكن مع وصفنا بأن فعله شرك أصغر، إلا أنه في ذات الأمر أيضا ابتدع بدعة، فهو مبتدع ومشرك شركا أصغر، فإذا يوصف بالوصفين يا سلطان، ولا تعارض بين الوصفين، فمن وصفه بأنه شرك أصغر لا يتنافى مع وصفه بأنه بدعة، لأنه شرك أصغر باعتبار السببية وبدعة باعتبار الإحداث، فكل وصف منهما له علته الخاصة، فالذي وصفه بأنه شرك أصغر لا يتنافى مع كونه بدعة،
والذي وصفه بكونه بدعة لا يتنافى مع كونه شركا أصغر، ففعله هذا بدعة باعتبار أنه إحداث أمر ليس عليه دليل، وفي نفس الوقت هو شرك أصغر لأنه اعتقاد سبب ليس عليه دليل لا شرعا ولا قدرا، فلا تعارض بين الوصفين وفقك الله، فهو مبتدع باعتبار الإحداث ومشرك شركا أصغر باعتبار السببية، والله أعلم.